بقول لك ايه يا حمو، انا النهارده لازم اقضي يوم جامد قوي. انتوا عارفين يعني ايه النهارده اجازه من الورشه؟ لا، واهم حاجه في الخروجه بتاعت النهارده يبقى في بنات. ها تخرج؟ لا، وكمان بنات. يا ابني انت مفكر نفسك هتعرف تصرف المصاريف اللي احنا بنصرفها؟ يا ابني انت اخرك تاخد من الورشه 50 جنيه في اليوم وكمان مش هتكفيك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ليه بتقول عليك كده؟ بكره ان شاء الله ربنا يكرمه والورشه بتاعته بدل ما بتديله 50 يديله 70. طب يا عم العسل انت وهو. انا لما اخذ شايف الهق والمق بقى كتير، وفعلا الايام اللي جايه انا همسك فلوس. الحق انا بقى الورشه، اصل انا اجازتي كده خلصت عشان اجيب اليوميه ام 70. مع السلامه. مالك بتنفخ ليه؟ مسدود يا عم. طب ما تروح يا علي، انت هتعملها عليا. طب خلي بالك اجي على طول. انا ها انت مشكله. يا رب تتزنق كده على طول يا علي. عبدو، مش كان في 50 جنيه في الموضوع ده؟ مشفتهاش. 50 جنيه يا علي، وانت حياتك 10 جنيه اصلا؟ 10 جنيه ماشي. هتشوف سود دي يا علي ولا مين؟ لا يا عم الفرقين يا عم. ماما صنفرة ولا صنفرة انا؟ لا صنفرة اصلا. صنفرة انا هروح حمام انا واقع على طول. وانت على طول كده؟ ماشي يا اسطى. لا يا عم الفلوس بتزيد عندك يا علي. ارفع التمثال ده بقى اشتغل معاه شويه. ماشي. مالك قالب وشك ليه؟ مفيش، دماغي مصدعه شويه. مصدع؟ لقيت الخمس دقايق دول تصدع فيهم؟ معلش. المهم انا خلصت الشغل اللي في ايديا، اروح انا بقى قابل صحابي. عدو. ايه يا علي؟ ما شفتش فلوس جوه؟ فلوس؟ اه. لا ما انت عارف يا علي، لو لقيت اي حاجه يعني في الورشه بسالك، يعني هي بتاعت مين ولا صاحبه مين؟ بجد والله. انت بتعمل ايه؟ مش فاهم. اصبر بس. انت بتعمل، انت بتفتشني؟ اه بفتشك. تسرع اخوك يا اسطى؟ ايوه بسرع اخويا يا علي. يعني انت دفني معاك في الورشه بقالك سنتين وبتطلعني بشويه ملاليم، مش عاوزني اسرقك؟ يا جدع على مؤاخذه، الشويه اللي انا باخدهم منك دول اخرهم يقعدوني مع صحابي اشرب فنجان شاي في كافيه محترم. على فكرة يا اسطى انا جدد اول ايام دي عملنا قدها هق ومق وبنات وعمال اسرق في اخويا. يا عم تسرق ولا ما تسرقش، ايه اللي بيحصل؟ مش معاك فلوس؟ اهم حاجة الفلوس. اصل عليك بقول لك ايه، النهارده في حفلة موت. اوعى تقول حبيب قلبك فصل المجال. اه واللي يفوت مع مزة موت نظرة عينها خطر.